اتحاد جدة يتواجد في كأس العالم للأندية، شايف مع تراجع مستواه في الدوري وفي دوري أبطال آسيا، شايف إن الاتحاد جدة يقدر ينافس على البطولة؟ خلينا نشوف وش فكرة، يعني وش هدفنا احنا من البطوله كسعوديين او كنادي اتحاد. بامانه الاتحاد اليوم مش في قمه مستوياته، الاتحاد اليوم حيلعب اول مباراه مع اوكلاند، لو تجاوزها وبعد كذا حيصطدم بنادي الاهلي المصري، نادي كبير، نادي عريق، نادي صعب جدا تنافسيا. بشكل عام انا يهمني المستوى ومتامل كثير في جاياردو. جاياردو مدرب مميز في الاقصائيات، مدرب مميز في البطولات المجمعه. اعتقد انه مع وجود جاياردو وعوده حجازي، المباراة في جدة ممكن تلعب دور، لكن ما أعتقد أن الاتحاد حيوصل لمستوى أبعد من كذا لأن الظروف صعبة والخصم اللي حيواجهه أيضا صعب. شايفه المباراة بينه وبين الأهلي، مين يقدر يكسب؟ الأهلي نادي صعب جدا، يعني لعبنا ضده كثير مع أكثر من نادي. نادي مهما كان عنده نقص في الأسماء، عنده نقص في اللعيبة، عنده ظروف روحه وظهوره في المباريات بيأثر كثير، فمباراة صعبة جدا على الاتحاد إذا تجاوز أوكلاند طبعا. نسبة، لو قلنا نسبة بنسبة قد ايه الاتحاد يفوز او الاهلي يفوز؟ والله يا شباب انا زملكاوي صراحه انت لكن زملكاوي؟ اتوقع انه طبعا زملكاوي، لكن اتوقع انه الاهلي اقرب.